مرحبا بكم من جديد. قضية غريبة عجيبة اللي صارت في مصر في علاقة بكتاب، كتاب روحت به معلمة لدارها، يخي يبدو أنه قلب لها حياتها، وهي قاعدة تروي في تفاصيل اللي صار للقاضي اللي يسهل فيها. أمل قالت أنه الكتاب بقى موجود عندها في الدار في المكتبة عادي، ما حلتوش جملة من نهارتها والحياة تواصلت طبيعية. لكن يسري كان يحكي لأقارب وعيلته أنه لاحظ تغييرات على مرته من نهارت اللي قرأت الكتاب، ولات عصبية ديما تصيح وتعيط على الصغار، ولات سارحة وتخمم، ولات تقعد فترات طويلة وحدها مسكر على روحها البيت، لدرجة أنه يسري قرر يهز أمل للطبيب. ممكن تكون مريضة ومرض أثر عليها، والطباء اللي عديوا عليها كانوا يقولوا لها صحتك الجسدية لباس، ما تعاني من حتى أمراض جسدية، لكن ممكن يكون المرض نفسي بسبب ستريس، بسبب ضغوطات الحياة. هزا يسري لطبيب نفسي وبقات أمل تتعالج مدة، ولا يسري لا أمل حسوا بتحسن، وولات المشاكل زادت أكثر وأكثر بيناتهم. في الفترة هذه يسري وأمل ما بعد ما تحسنتش الوضعية متاع أمل، بل تصرفاتها زادت تعكرت رغم المواظبة على العلاج. زد على ذلك أمل ولات ما عادش حاملة لا رجلها لا صغارها لا الدار جديدة، ولات ما بينات الكوبل تصير أكثر فأكثر مشاكل. أما فيما يتعلق بأمل فولات عبارة عندها ألزايمر، ديما ناسية وديما سارحة. كما قلت لك عاد الكلام اللي قاعد نحكي لك فيه هو شهادة أمل أمام المحكمة، لكن القاضي بالطبيعة كما سيادتك تتفرج فيها توا ما كانش فاهم أراجلها وولدها كيفاش صار لهم اللي صار. يا مدام يا أستاذة، أشكون اللي قتلهم يا أمل يهديك؟ أمل تقول القاضي مش فاكرة يا سعادة القاضي، ما تفكر حد شيء، مش عارفة شنو اللي صار. هنا كنت قاعدة مع راجلي، خرجت نطمن على ولدي، ولدي الصغير لقيته مطعون في كرشه بسكينة من سكيك الكوجينتي، كيف مشيت باش نستنجد براجلي نلقاه مذبوح. القاضي والنيابة والناس اللي حاضرين بالطبيعة ما كانوش مصدقين حتى شيء من اللي تحكي فيها مل. كتاب شنو وسحر شنو أشكون قتل الجميع؟ الكتاب هز سكينة وقتلهم. في نفس الوقت اللي كان يتم فيه التحقيق، الشرطة كانت تتعاين في مسرح الجريمة، أين تم رفع البصمات في الدار الكل، وصدرت أخيرا نتائج التشريح متاع جثة يسري اللي باش تكشف لنا برشا حاجات. بعد ما شافوا جملة الأدلة، المحققين كانوا شاكين في ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى، أمل هي اللي قامت بهذه الجريمة وألفت تلك القصة وتدعي أنها ناسية وأنه الموضوع كتاب وسحر وشعوذة. الاحتمال واحد. الاحتمال الثاني، يكون معها الشريك في الجريمة هو اللي ساعدها قتل في قتل رجلها وولدها. ممكن مثلا تكون كانت تخون في زوجها، عمر الوليد الصغير فاق بالخيانة، هذيك علاش حاولت تقتله هو بالذات غير اخواته الاخرين اللي راقدين وقتلوا رجلها. والاحتمال الثالث والاخير، ان يكون فما شكون عمل هكا، شخص غير امل لكن لانها فعلا مريضة نفسيا فما نجمتش تتفكر ومش حاسة بأي حاجة صارت كما تقول وعايشة تحت الصدمة. لكن الاحتمال هذا الأخير الحقيقة ما نجمش يكون صحيح. علاش؟ لأنه الاختيار اللي باش يصير على الصغار، علاش باش يصير على الوليد الصغير دون البقية مثلا؟ على كل حال الاحتمالات هذه مش تتأكد فيهم، مش يتأكد منهم واحد. بعد أن رفعت الشرطة البصمات وطلعت نتائج تحاليل البصمات، واكتشفوا المحققين أن البصمات الموجودة على السكينة
هي بصمات أمل. بصماتها موجودة على السكينة اللي قتلت بها رجلها وولدها. هذيك علاش اتحطت أمل على ذمة التحقيق وتوجهت لها التهمة، لكنها كانت رافضة تتكلم وتقول هي مش فاكرة، رغم اللي المحققين واجهوها وحاولوا يضغطوا عليها وقالوا لها بصماتك موجودة على السكينة، ما فما حتى بصمة غريبة في الدار، أنت الوحيدة المتهمة بالقتل العمد. لكن أمل بقت مصمة على كلامها، مش فاكرة، ما تتفكر حتى شيء وما عملت شيء. بقت أمل ساكتة طول فترة التحقيق وما حكيت كان قدام القاضي الحكاية اللي سمعته. مع ذلك كل هذا الكلام لم يقنع المحكمة وتوجهت لها رسميا تهمة القتل العمد، وبدأت المحاكمة متاعها نهار 29 مايو 2024. سأل القاضي من جديد أمل، زوجك كيفاش مات؟ لماذا حاولت قتل ابنك الصغير؟ أمل بدأت تحكي للقاضي، قتلوا أنا يا سعادة القاضي نحب راجلي برش، ولليوم مش مستوعب أنا شنو عملت، هذا الكل بسبب كتاب السحر اللي أعطته لي صاحبتي المعلمة. أمل قالت للقاضي أنه نهار الجريمة كان نهار عادي جدا، نروح يسري للدار مخر شوية، صغار كانوا راقدين، طلب مني يسري نحط له العشاء، هو ذاك اللي صار، لكن ما نعرفش كيفاش فما صوت في راسي قال لي يا أمل هز السكينة من الكوجينة، ومن غير ما نحس هزيت السكينة وخبيتها في دبشي. قعدنا تعشينا مع بعضنا، وبعد ما يسري كمل حسيت وعامل كيف، سألته أنت فرحان يا يسري؟ هو قال لي إيه أنا فرحان الحمد لله. أول ما قال لي الجملة هذيك جبت السكينة وذبحته وخرجت نجري من البيت والسكينة ما زالت في يدي. دخلت البيت عمر ولدي نلقاه راقد، ومن غير ما نحس هو زاد ضربته بالسكينة في كرشه. بعد ما عملت هكا في عمر فجأة فقت، كأني مش أنا اللي كنت نضرب فيه، كأنه فما حاجة مسيطرة علي، ما كنتش حاسة فيش قاعدة نعمل. شفت السكينة في كرش عمر، نحيت يدي من السكينة وبقيت نعيط، ومشيت نجري ليسري باش يجي ينقذ عمر معايا، يا اخي نلقى يسري مذبوح، وتلفت نلقى السكينة في يدي، ما فهمت شيء. رجعت هزيت ولدي وخرجت به للشارع وانا نصيح ونعيط، اللي صار لي الكل يا سعادة القاضي بسبب الكتاب، حتى انه الكتاب ما زال عندي في الدار، تنجموا تتأكدوا منه وتقراوه. القاضي والحضور في المحكمة استغربوا من كلام أمل، الكلام اللي كانت أول مرة تحكيه من اللي صارت الجريمة، أول مرة تعترف بالتفاصيل بشنو عملت بالضبط وعليش نفذت جريمتها. القاضي سألها علاش ما قلتش الكلام هذا في التحقيقات؟ أمل قالت اللي هي كانت متأكدة أنه ما فهمش شكون باش يصدقها، وشكون باش يصدق اللي فما واحد قرأ كتاب متاع سحر وجن يا اخي قام يعمل هكا في راجله وولده. أمل قالت تنجموا تتأكدوا من كلامي، أنا كنت نتعالج عن طبيب نفسي من بعد ما قريت الكتاب هذا مرض، ومن وقتها حياتي تقلبت. والقاضي بناء على هذه الاعترافات قام بإصدار قرار بتم بعرض أمل على مصحة نفسية لمدة 45 يوم، يجي بعد تقرير حول حالتها النفسية والعقلية ومدى مسؤوليتها الجنائية. تعدت المدة وصدر التقرير وأرسل للقاضي. التقرير يثبت أن أمل ما عندهاش مرض نفسي تعاني منه، وأنها كانت مسؤولة على أفعالها، وأنها ارتكبت الجريمة بكامل وعيها. لذلك نهار 30 أوت 2024 تم إحالة أوراق أمل لمفتي الجمهورية، يعني المحكمة شافت أنه أمل مذنبة وتم الحكم عليها بالإعدام. قضية غريبة دفع
أغرب، حكيت الكتاب، حكيت الشعوذة، حكيت المرض النفسي. السيدة اللي نحكي عليها مش أي كان، معلمة مستواها التعليمي خليها تميز بعض الأمور، لكن يقول القائل الأمراض النفسية راهي لا تعرف لا معلمة لا دكتورة، لا تفرق في تلك النقطة. هيك هو مرض نفسي، هاي المحكمة ما اخذتش بعين الاعتبار أنه مرض نفسي، تلك مسألة أخرى، لأنه المحكمة جاها تقرير من عند الأطباء. وما قلنا كذا مرة راو فما فرق ما بينات إنسان مريض نفسي وإنسان غير مسؤول على أفعاله. راو مش كل واحد مريض نفسي يمشي للطبيب ولا ياخذ في دواء يولي غير مسؤول، يعمل اللي يحب ونسيبوه في الطبيعة. نجم يكون مريض نفسي ولكنه مسؤول على أفعاله، وتلك هي الصورة اللي مشت فيها المحكمة في مصر. نستنى تعليقكم على هذه القضية الجديدة المثيرة، ونمشي إلى تعليق اللي جاتنا في جملة من القضايا الأخرى، منها برشة تعليق اللي جاوني على القضية المتعلقة بالعيد، والكلام صحيح وفي محله، وحبيت نشكركم على التصحيح والتدقيق. مستحيل يكون 12 جوان 2022 أول أيام عيد الأضحى، غالط يا سي حمزة، هو السنة جينا في 16 جوان، ركزلنا شوية بالله، العام اللي فات 2023 جاء في 28 جوان، راني مركزة معاك مليح، شكرا جزيلا يا ميرا يعطيك الصحة. وفعلا التاريخ متاع العيد هو اللي كان فيه الخلط، وأشكر فيكم كل من ركز معانا، وهنا نفهم تركيز شعب المحقق، واكتشف أنه تسرب، ها كيكا ما نقولوها، تسرب خطأ إلى النص المتعلق بتاريخ عيد الأضحى. نمشي لعايدة، تقول حمزة أسلوبك شيق جدا في سرد القضايا، عامل استراتيجية في الإلقاء والتشويق والإلمام بجوانب كل قضية وكل تفصيلة فيها، بالحق تشد المشاهد، خاصة أنا وأنت إنسان نزيه وشخصية مؤثرة، ربي فضلك بأخلاقك ورزانتك قبل كل شيء. أنا نتبع فيك من أول حلقة المحقق المساند الرسمي في الخدمة، مش يتعدى الوقت، وأكثر حاجة تخليني نتبعك أنك إنسان تحس معاه بالأمان حتى من وراء الشاشة، حتى كيف يكون الواحد يتبع فيك من أصقاع الأرض يحس روحه كأنه وسط عائلته. شكرا جزيلا يا عايدة على هذا الإحساس والشعور، ومنجم كان خليني نكون ممتن لك وللجميع على حسن متابعتكم واهتمامكم. دمتم جميعا في رعاية الله وحفظه، إلى أن نلتقي، يا لقاء.